أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في المساء اليمني. الوضع الإنساني والعسكري في مديرية الوازعية بتعز هو اختبار حقيقي على الأرض لمحادثات السلام وما بات يعرف بالتهدئة ووقف إطلاق النار، ذلك أن الواقع الملموس ليوميات الإنسان اليمني في الوازعية على وجه التحديد يوضح الفجوة الهائلة بين التحركات السياسية والتصريحات الإعلامية وبين ما يحدث على الأرض، حيث يجري الحديث عن أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح منذ يناير الفائت، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 مختطفا بينهم أطفال، واحتلال لمعظم مدارس المديرية وتحويل بعضها إلى سجون وإغلاق جميع المرافق الصحية عدا ما يقع في منطقة الضريفة، ونزوح جميع الأسر من عزلة المشاولة واعتقالات بالهوية وتحويل منازل المواطنين المهجرين إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة. كل ذلك يحدث والأطراف السياسية ذاهبة نحو التهدئة، بينما لا تزال نداءات المواطنين هناك تبحث عن استجابات من الحكومة والجيش الوطني والمنظمات الإنسانية التي تأخر دعمها. وهنا نتساءل ما تفاصيل الوضع الإنساني والعسكري في الوازعية، ولماذا كل هذا التعتيم الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الإنساني للمدنيين هناك؟ وهل يستغل الإنقلابيون توجه الرأي العام نحو المفاوضات السياسية ليقوموا بارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين؟ حول الوضع الإنساني والعسكري في مديرية الوازعية بتعز ستكون حلقة المساء لهذه الليلة، لكن في البداية دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. يتم الحديث عن وقف إطلاق النار في الكويت، لكن ماذا عن وقف إطلاق الكاتيوشا في الوازعية؟ خلال 72 ساعة نزح ما يقارب من 5000 أسرة يشكلون قرابة 90% من أبناء مديرية الوازعية إلى مناطق بني عمر والمضاربة، بينما عجزت الكثير من الأسر عن السفر واحتمت بمخيمات بسيطة تحت الأشجار في ضواحي المديرية بحسب مصادر ميدانية. الله لا يسامح الحوثي، خرجنا من بيتنا، هربنا من منازلنا بسبب القصف العشوائي من الحوثي وصالح على قرى الوازعية. واستغلالا لموجة النزوح الكبيرة في المديرية، نفذت الميليشيا حملة نهب منظم على منازل النازحين. تعرض من لم يستطع النزوح من المواطنين إلى حملة اختطافات واسعة نفذتها الميليشيا منذ سيطرتها على مركز المديرية قبل أيام. فبحسب المصادر اختطفت الميليشيا ما يقارب من 50 شخصا في مركز الوازعية، في حين قتلت المواطن أحمد سيف قاسم أمام منزله. المواطنون وجهوا نداء للحكومة الشرعية والمنظمات لتفادي كارثة إنسانية تحدق بالنازحين الذين لم يجدوا مأوى ويتواجدون في ضواحي المنطقة، غير أنه حتى الآن لم تصل سوى مساعدة ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز المتمثلة ب2000 سلة غذائية. على الصعيد العسكري، قالت الأنباء إن أفراد المقاومة الشعبية التي تتمركز فوق بعض المرتفعات منعت قوات الميليشيا من التقدم أكثر باتجاه المناطق الجنوبية. توقيت هذا التصعيد العسكري من قبل الانقلابيين يثير مخاوف كبيرة، كونه يأتي قبل ساعات من بدء وقف إطلاق النار المتفق عليه في إطار التهيئة لمشاورات الكويت. مراقبون قالوا إن أي وقف للعمليات العسكرية من قبل التحالف والحكومة الشرعية ما هو إلا فرصة للانقلابيين لترتيب صفوفهم وإعادة تموضعهم العسكري لبدء جولة جديدة من توسيع رقعة سيطرتهم على الأرض وحماية المساحة التي يسيطرون عليها، خاصة وأن الميليشيا عاودت قصف الأحياء السكنية في تعز خلال الأيام الأخيرة، ما يجعل السياسيين أمام موقف صعب بين ما يبحثونه في الأروقة السياسية وما يحصل على أرض الواقع. فهل ستكون هذه التهدئة كمثيلاتها في جنيف واحد وبيل السويسرية؟ المؤشرات لا تقول إن هناك معطيات جديدة هذه المرة، غير أن الساعات القادمة ستجيب عن هذا التساؤل بصورة أكثر دقة. إذن أعزائي المشاهدين، البداية مع السيد توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أستاذ أسوان وبجميع مشاهدي قناة بلقيس. نعم، أهلا بك أستاذ توفيق. بداية، ما هي أبرز المعلومات التي لديك بشأن الوازعية خاصة على الصعيد الإنساني؟ مديرية الوازعية في محافظة تعز تعيش منذ أيام
حالة مأساوية كارثية على المستوى الإنساني وعلى المستوى الحقوقي. وأكثر ما يعقد الأمر في قضية في مديرية الوازعية أن هنالك تكتم أو تعتيم إعلامي شبه كامل بسبب سيطرة الميليشيات على جميع مداخل ومخارج مديرية الوازعية، خاصة من جهة تعز، وتمارس عملية اعتقال منظم لكافة الراصدين والإعلاميين الذين تشتبه في تواجدهم داخل مديرية الوازعية. لكننا استطعنا من خلال الراصدين المتواجدين بصورة أو بأخرى ومن مصادر خاصة التعرف على بعض ملامح هذه الكارثة الإنسانية. مديرية الوازعية إلى حد اليوم أختي الكريمة ما يقارب من 28 قرية تم تهجير أهلها تهجير منظم، سواء بسبب القصف العشوائي للبيوت أو بسبب الخوف مما ترتكبه الميليشيات من عملية إذلال واعتقال وقتل منظم. وصلنا إلى حد الآن ما يقارب هدم 30 منزلا و20 محلا تجاريا ونهب كل ما جاء فيه. ولذلك الوضع بشكل عام لم تكتمل ملامح الأرقام والتفاصيل الكبيرة، لكن نستطيع أن نقول بكل ثقة أن مديرية الوازعية تعيش عملية إرهاب منظم، عملية تهجير منظم، عملية يعني نستطيع أن نقول أنها تخترق كافة المواثيق الدولية، اتفاقية جنيف، اتفاقية لاهاي، الحقوق الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية، في ظل ميليشيات لا تعترف بكل ذلك وتمارس عملية إرهابها بصور شتى. مديرية الوازعية أختي الكريمة، نعم نعم أستاذ توفيق، يعني كل هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وإرهاب منظم وتهجير جماعي بهذا الشكل وبهذه الأرقام الكبيرة، لماذا تعتقد أو لماذا برأيك لم تحظى بالاهتمام الحقوقي من قبل المنظمات الإنسانية سواء المحلية أو الدولية؟ القضية أختي الكريمة ليست متعلقة بمديرية الوازعية، قضية المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية هنالك إشكالية كبرى متعلقة بقضية الانتهاكات في اليمن منذ سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء، وأيضا عندما مارست عملية حصار كبير لمحافظة تعز وبقية المحافظات. المنظمة الإنسانية لدينا إشكالية كبيرة معها، هم يتذرعون بالخطورة الأمنية بعدم التحقق من المعلومات إلى غير ذلك، لكن المنظمات الإنسانية نستطيع بكل ثقة أن نقول أنها تمارس يعني لم تقم بواجبها الإنساني ولم تطبق ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض حقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن داخل مناطق الأرض بشكل عام منها الجمهورية اليمنية. نحن لا نستطيع أن نجد هنالك تفسير حقيقي إلا أن هنالك قصور مريع ومكشوف، بل أن المنظمات من خلال التقارير التي نرصدها التي تصدر بين الفين والأخرى تميل بصورة كبيرة لطرف الميليشيات أكثر ما تميل لصالح الضحايا التي تنتهك حقوقهم داخل الجمهورية اليمنية، ولم نجد تفسير واضح من قبل الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة. سنعود لهذه النقطة تحديداً أستاذ توفيق متعلق بالدور السلبي للمنظمات المحلية والدولية فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الميليشيا في كثير من المناطق اليمنية. دعنا نستطلع الرأي العسكري بهذا الخصوص. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الوازعية سيد فضل الحيقي القيادي في المقاومة الشعبية. مرحبا بك أستاذ فضل. مرحبا، أهلا وسهلا. نعم سيد فضل، بداية ضعنا في صورة الوضع العسكري الميداني في المنطقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوضع العسكري في الوازعية، هناك العدو يعني يحشد قواه والأسلحة والمهم حشد لا أستطيع أن أصفه الآن، لأن مديرية الوازعية ماذا هي؟ هل هو يريد أن يحارب دولة؟ هل يريد أن يتقدم على من يريد أن يتقدم في الوازعية بحشد تلك القوة؟ الآن في أكثر من 2000 فرد المتواجدين من الميليشيات داخل الوازعية من عزان إلى الضغيفة شرقا في الوازعية، هناك أسلحة كل يوم، الأطقم، الناس الذين يأتون يمشوا، تعزيزات، قوة
هم الآن يعبثون بالمواطنين هناك ما في بحدود 10 أو 15% من المواطنين لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون النزوح بسبب أنهم لا يستطيعون النزوح بسبب ظروفهم المادية والقاسية، فهم الآن يقتلونهم بدم بارد، يفتشون البيوت، يأسرون الناس. نعم نعم. أي قسم غريب يتحرك في المديرية يضربوا عليه. بالنسبة للتحديد كما قلت، فهم يحشدون قوة، يعني قوة هائلة، لكن رغم ذلك أقول بأن المعنويات مرتفعة لدى المقاومة. نعم، المقاومة يتواجدون في أطراف المديرية من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشرق. من أي جهة يأتي التحشيد لصالح الطرف الميليشيا؟ كيف؟ من أي اتجاهات يأتي التحشيد لصالح الميليشيا، وما هو حجم التحشيد أيضا من الطرف الآخر من قبل المقاومة والجيش الوطني؟ أين حضور المقاومة والجيش الوطني بالمقابل؟ بالنسبة للتحشيد هم يتجهون يحشدون من جهة البرح ومن خط الحديدة موزع، وهم يتجهون من جهتين، يعني من جهة الشمال. نعم، يحشدون على المديرية. طيب، وبالمقابل ما هو مدى حضور المقاومة والجيش الوطني؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للمواطن في الوازعية يدافعون لهم أكثر من 4 أشهر في مواقع متقدمة قبل مركز المديرية. نعم. وسقط الآن مركز المديرية بسبب قلة الذخائر وضعف والمؤن والإمدادات لم تصل، يعني لماذا؟ يوجد تقصير. لماذا لا يصل الدعم والمساندة؟ لماذا تصل إلى المقاومة في المديرية؟ والله صراحة هذا السؤال لا أستطيع أن أجيب عليه أنا، يعني أصحاب السلطة الشرعية في هم الذي الأصل أن يقدم لهم هذا السؤال، لماذا؟ نعم. يعني هل لديكم تواصل؟ سيد فضل، هل لديكم أي تواصل من أي نوع مع قيادة الجيش الوطني في المنطقة يعني الرابعة؟ طبعاً بطبيعة الحال الوازعية تابعة للمنطقة الرابعة، أو حتى لقيادات المقاومة في المناطق القريبة منكم؟ نحن نحاول التواصل دائماً من قبل دخول المركز المديرية مع قيادة المنطقة الرابعة، وذهبنا كقيادات الوازعية وحشدنا وتحركنا حتى وصلنا إلى بيت قائد المنطقة الرابعة، ولكن لم يحدث أي تجاوب ولا أي تفاعل مع مديرية الوازعية. أيضا يعرفون بأن الوازعية غير مدعومة، حتى القيادة المجلس العسكري في تعز المحافظ يعرفون أن الوازعية غير مدعومة، وأنهم لا يصلها يعني إلا القليل من فتات من التغذية وقليل من البترول عن طريق المنطقة الرابعة. أما الذخائر يوجد ضعف، يوجد نقص، يوجد يعني إهمال، أنا أسميه إهمال متعمد للمديرية الوازعية. نعم سيد فضل، هناك حديث يجري الآن وأيضا مساعي تجري على قدم وساق نحو تهدئة عسكرية ووقف إطلاق النار خلال 24 ساعة القادمة، هل تعتقد بأن ما يحدث في الوازعية يعني فيه أي مؤشر لنحو التهدئة أو وقف إطلاق النار؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة لوقف إطلاق النار أو المفاوضات التي يتكلمون عنها سواء في الكويت أو في أي مكان آخر، أصلا هؤلاء الميليشيات وعصابة صالح لا يعترفون بالشرعية أصلا. إذا كانوا إلى اليوم هؤلاء من يمثلون الشيعة لا يعترفون بشرعية أبي بكر وعمر وعثمان، لا يعترفون بشرعيتهم إلى الآن، وأنهم صحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال أصحابي كالنجوم، لا يعترفون كيف يعترفون بشرعية عبد الرب منصور هادي، أي يعترفون بهذه الشرعية؟ المفاوضات مع هؤلاء يعتبر يعني استهلاك للوقت ليس إلا. نعم، استهلاك للوقت. هل تعتقد فعلا بالطرح الذي يقول بأن هذه التهدئة أو حديث عن تهدئة في ظل هذه الظروف العسكرية يعني في مناطق ساخنة كالوازعية وغيرها هي لصالح الطرف الآخر، لصالح الميليشيا لمزيد من التمكن على مساحات جغرافية أوسع؟
هذا أكيد أكيد، وإلا كيف يتحدثون عن التهدئة ويحشدون السلاح ويحشدون المجاميع للوازعية؟ ماذا يعني ذلك؟ نعم، ما هي أبرز احتياجاتكم كمقاومة في المنطقة؟ احتياجاتنا السلاح والذخائر. نعم، السلاح الذي يمكننا من الدفاع ومن تحرير المديرية، أما الشباب أما الرجال أما الأبطال فهم موجودون في الوازعية، ولا أريد يعني لهم شهادة ولا أستطيع أن أنا أقدم لهم شهادة من هنا، فهم والتاريخ والأيام أثبتت أنهم رجال وأنهم مقاتلين وأنهم صامدون رغم ما قلة المؤن وقلة الذخائر وقلة صمدوا 4 أشهر، لكن لا أحد يعني استجاب. نعم، طيب ما هي سؤال أخير سيد فضل، يعني ما هي خياراتكم الآن في ظل قلة المؤن وقلة الذخائر وعدم وجود أي شكل من أشكال الدعم؟ والله خيارنا الوحيد المقاومة. نعم، خيارنا الوحيد المقاومة، انتهجنا المقاومة ورضينا بأننا نكون في المقاومة وسنستمر بإذن الله. نعم، سواء أتى الذخائر أو، لكن في نفس الوقت أقول بأن الإهمال المتعمد، ونحن نتكلم قبل سقوط الوازعية وحذرنا الجهات الرسمية ورفعنا تقارير بذلك، بأنه إذا تم الإهمال واسترسل الإهمال على ما هو عليه فإنه قد يعني ننحني إلى منحنيات أخرى، أو أننا قد نصل إلى أشياء لا يحمد عقباها. نعم، وحصل ما حصل، والآن في نفس الوقت ومن منبركم هذا أقول بأنه إذا استمر الإهمال في الجانب العسكري في مديرية الوازعية، فمديرية الوازعية عبارة عن مثلث تربط تعز بالشمايتين وتربط الجنوب وتربط باب المندب. نعم نعم سيد فاضل، ولو أنني كنت قد أخبرتك بأن السؤال الأخير، لكن أيضا هناك طرح مهم أود أن أتأكد من صحته من خلالك. هل صحيح بأن فعلا ميليشيات الإنقلاب في المنطقة في منطقة الوازعية تضع وتقيم منصات صواريخ لإطلاقها على المناطق الجنوبية؟ ما صحة هذا الطرح؟ توجد منصات صاروخية، ضربت منصة صاروخية في جبل خوار، كانوا قد عملوها لضرب، لكن يقال بأنه لديهم منصات أخرى دخلت المديرية، لا أحد يعرف بمكانها. أشكرك جزيل الشكر سيد فضل الحيقي، أشكرك جزيل الشكر القيادي في المقاومة الشعبية من الوازعية، كنت معنا عبر الهاتف. أتحول من جديد إلى السيد توفيق الحميدي، يعني أيضا كما كنا نتحدث قبل مداخلة السيد فضل، يعني الأرقام والوضع الإنساني في المنطقة مهول وصعب جدا، ونتحدث عن جرائم إبادة جماعية وتهجير جماعي للمنطقة. كنت أيضا قد قاطعتك وأنت تسترسل في أبرز الأرقام التي هي بحوزتكم حول حجم الانتهاكات في الوازعين، يمكنك أن تواصل. أستاذتي العزيزة، مديرية الوازعية اليوم واقعة تحت سلطات أو سيطرة الميليشيات الانقلابية وقوات الرئيس المخلوع علي صالح، وبالتالي أنا أستطيع أن أقول قبل أن أسرد بعض الأرقام أنها بموجب القانون الدولي والقانون النساني أصبحت هذه الميليشيات وهذه القوات ملزمة بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي أن تطبق المعايير القانونية والإنسانية تجاه خاصة المدنيين، فتعاملهم المعاملة الإنسانية، تحريم أعمال العنف، القسوة ضد المدنيين، بل أنه لا يجوز معاقبة أي شخص حتى عن جريمة لم يرتكبها، إضافة إلى تمتعهم من كافة الأخطار المتعلقة بالعمليات العسكرية، لابد مفرض السلامة، يعني منع استخدام العنف ضد المواطنين، منع ترويع السكان، كل هذه المعايير وهذه الحقوق وملزم بها الميليشيات وقوة النظام الرئيس المخلوع صالح، وبالتالي يعد مخالفة هذه
هذا البروتوكول وهذه الحقوق المواطنين جرائم حرب يجب محاكمة مرتكبيها بموجب كافة المواثيق الدولية، اتفاقية باريس 28 مكافحة الإرهاب مجرمي الحرب، آخرا اتفاقية روما التي أنشأت محكمة الجنايات الدولية. الوازعية اليوم للأسف الشديد أختي الكريمة نقولها بكل وضوح ارتكبت انتهكت فيها كافة الحقوق التي يجب أن تتوفر خاصة للمدنيين الذين لم يأخذوا السلاح ويقاتلوا، خاصة النساء والأطفال. وبالتالي إحصائية تتحدث عن اليوم عن ما يقارب 50 مختطف، 100 قتيل، 300 جريح، والمختطفين اليوم يعني معتقلون إما داخل المدارس أو في بيوت مجهولة، وأحيانا بحسب ما وصل إلينا تحت عبارات السيول، بمعنى أنهم معتقلين في وضع إنساني ومزري وسيء جدا. البيوت قصف منها الكثير، ما يقارب 30، ونهبت حتى المواشي من الأغنام، من الأرقام، من الأبقار تم نهبها، إضافة إلى إحراق الممتلكات إلى غير ذلك. وهناك أيضا حديث عن قتل بالهوية بالأسماء الرباعي أيضا. بالضبط، نحن عندنا قصة المواطن أحمد سيف قاسم وهو مدرس عمره 40 سنة، تم ملاحقته من نقطة الأجيوق إلى أمام أولاده، ثم تم قتله أمام نساء، أمام زوجته وأطفاله، وهم يتوسلون للميليشيات بأن يتركوه، لكنهم قتلوه أمام أهله بدم بارد. عندنا أيضا المواطن جميل حسن خليق الذي هرب مع أسرته بسيارته، وتم استهداف السيارة بلغم أو بكتيوشا، وراح ضحيته 7 مواطنين منهم 5 أطفال، وهم هاربين من نيران الميليشيات. الذي نستطيع أن نقول اليوم أن الميليشيات ترتكب جرائم حرب حقيقية، يستوجب من المجتمع الدولي ومن القيادة السياسية ومن قوات التحالف أن تضغط وبقوة. أنا لا أدري اليوم، ونحن نتحدث عن محادثات الكويت والعشرة من إبريل وقف إطلاق النار، وبالأمس قرأت تصريح تقريبا لوزير الخارجية اليمني يتحدث على أن محافظة تعز ومحافظة حجة ستكون أول المحافظات اليمنية التي يطبق فيها عملية إطلاق النار. لذلك نحن نتمنى أن نلتزم الميليشيات إنقاذا لأرواح الضحايا، اليوم إنقاذا لأرواح الضحايا، والسماح المساعدة الإنسانية بالدخول إلى داخل الوازعية. نعم سيد توفيق، تفضل. اليوم سكان الوازعية أيضا يجب أن لا ننظر لمن هم داخل الوازعية فقط، كثير من سكان الوازعية أختي الكريمة نزحوا إلى محافظة لاحق في المضرابة، في طور الباعة، في رأس العارة، في صبر، إلى داخل محافظة عدن عند أهليهم في العراء. أنا أيضا أدعو المنظمات الإنسانية في هذه المحافظات. نعم، أنا كنت سأتي إليك بهذا السؤال، حول 90% من أبناء المديرية الذين نزحوا من ديارهم ومن منازلهم، أين هم الآن وما هي الظروف الإنسانية التي يعيشونها؟ كما قلت لك، هم من خرج أو نزح أو فر من الوازعية على صنفين، إما من هدمت بيوته أو منهم من فر بسبب قوة القصف وعنف الميليشيات التي شاهدوا في القرى التي اقتحموها، ففروا أغلبهم إلى محافظة عدن، وعفوا إلى محافظة لحق في المناطق التي ذكرناها، المضرابة، رأس العارة، الحوطة، صبر، وأيضا إلى محافظة عدن في البساتين، صيرة، إلى غير ذلك، بعضهم إلى محافظة تعز. لكن الوضع الإنساني، بعضهم في العراء، البعض أصبح عبء جديد على أهله، والوضع الإنساني بشكل عام كما تعرفه. لذلك أنا أوجه دعوة عبر منبركم الكريم لكافة المنظمات الإنسانية، سواء المحلية أو الإقليمية، رأس المال اليمني اللي في الخارج، الحكومة اليمنية، إلى الالتفات لهؤلاء ودعمهم الدعم الإنساني. نعم، على ذكر الحكومة اليمنية، سيد توفيق انضم إلينا الآن عبر الهاتف مستشار رئيس الجمهورية السيد محمد موسى العامري. مرحبا بك سيادة المستشار. مرحبا، حياكم الله. أهلا بك سيادة المستشار. يعني نتحدث اليوم عن الوازعية، جرائم إبادة جماعية وتهجير جماعي، جرائم حرب، ونتحدث عن 90% من أبناء المديرية تم تهجيرهم، و 35,000 نازح، و 50 مختطف، وأكثر من 100 قتيل، وأنتم ذاهبون إلى تهدئة ولمفاوضات مع الميليشيا، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميع ما يحب ويرضى. فيما يتعلق بما تقوم به الميليشيات الحوثية من تهجير وقتل، هذا ليس بجديد. قد بدأت بدماج وهجرت أهل أبناء صعدة وعمران، لا تذهب إلى منطقة إلا وسلكت هذا المسلك العدواني، لأنها تقوم على خلفية ثقافية فكرية إقصائية لا تقبل التعايش مع الآخرين. هذا دليل مؤكد على أن هذه الجماعة العدوانية الانقلابية ليست جادة في أي حوارات أو مشاورات تتعلق بالسلام، لكن نحن من طرفنا يعني نريد السلام. هم الذين فرضوا الحرب، هم الذين اختاروا هذه الطريقة العدوانية، هم ومن تحالف معهم. يعني هذا دليل ويعني حجة قاطعة على أنهم ليسوا جادين في الحقيقة فيما يتعلق بمشاورات السلام، وهذا الأمر قد تعودناه منهم. فإنهم لا يهدفون إلا شيء اسمه إلا إيقاف الطرف الآخر من أن يدافع عن نفسه. صحيح سيد محمد، ويعني بالتأكيد هذا أمر ليس جديد عليهم، لكن الجديد في الأمر هو أن تحدث كل هذه الجرائم ونحن على بعد أيام أو ساعات عما يعني يدور الحديث عنه في الأروقة السياسية. يعني هنا المفارقة العجيبة، أن القوات الميليشيا تتوسع على الأرض وتقتل المدنيين وترتكب هذه الجرائم على أوسع نطاق دون أن نجد مواقف قوية من قبل طرف الشرعية تجاه المدنيين في تعز. كما أسلفت يعني هذا، هم الآن يريدون أن يفرضوا ما استطاعوا من التوسع لكي يكون ورقة في المفاوضات أو في المشاورات القادمة. ما نحب أن نناشد به فيها عبر هذه الوسيلة الإعلامية هو أن يكون هناك يعني تحرك سريع من قبل أشقائنا في دول التحالف ومن قبل كذلك المعنيين بالقرار في الحكومة على سرعة إنقاذ هذه المناطق ونجدتها وغيرها من المناطق الأخرى التي تئن وترزح من عدوان هذه الميليشيات، ويأتي في مقدمة ذلك يعني تعز والبيضة وغير ذلك من المناطق. في الحقيقة يعني كل هذه المؤشرات أو كل هذه الدلائل لا تزيدنا أو لا تدل إلا على النوايا المبيتة العدوانية لهذه الميليشيات. طيب يعني هم يذهبون الآن باتجاه تمكن وتوفير أوراق ضغط بالنسبة لهم، بالمقابل طرف الشرعية ما الذي يفعل يعني للحصول على أوراق ضغط على طاولة المشاورات القادمة؟ بالنسبة لنا احنا معنا الاتجاه الى الزام هذه الميليشيات امام المجتمع الدولي بتطبيق القرار 2216 القاضي بانسحابهم وتسليم مؤسسات الدولة. فان لم يفعلوا ذلك ولم يستجيبوا لك، كنا قد اقمنا الحجة القاطعة على انهم جماعة عدوانية، وحينئذ من حق الشعب اليمني ان يدافع عن نفسه وأن يستخدم كل الأساليب المشروعة التي ترد عدوان هذه الميليشيات، ومن حق الجميع أن يقفوا على هذا الأمر وأن يتداعوا بكل وضوح لدرئهم. طيب سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن الدعم الإنساني لهؤلاء الضحايا المدنيين في منطقة كالوازعية إضافة إلى الدعم العسكري، لماذا يعني يفتقر أبناء هذه المنطقة إلى أي شكل من أشكال الدعم الإنساني وحتى العسكري لمواجهة الميليشيا؟ يعني على الأقل هناك رجال في المنطقة سيدافعون عنها، لكنهم كما تحدث لنا قبل قليل قائد المقاومة هناك لا يجدون أي شكل من أشكال الدعم. والله يا أختي الكريمة، أنا لا أستطيع أن أتكلم في غير تخصصي. هذا السؤال يوجه إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوجه إلى رئيس الأركان، يوجه إلى الألوية العسكرية. بالفعل كلنا نتساءل وكلنا نطرح هذا الإشكال ونطالب كذلك جميعا يعني فعلا بنجدتهم وبالتحرك الجاد العسكري لهم ولغيرهم في مناطق اليمن. هذا سؤال مشروع ومن حقنا أن نتساءل جميعا، وأنا كذلك وإن كنت في يعني جزء من الحكومة، لكن في النهاية أيضا هناك يعني تخصصاتنا، ونطالب بالجهات المعنية والمسؤولة مسؤولية مباشرة أن تتحرك فعلا وأن تقوم بواجبها. نعم، وماذا يكون، ما هو الرد يعني عندما تتساءلون أنتم مثلنا تتساءلون مع الجهات المعنية، ما هو الرد؟
الرد هذه جماعة عدوانية انقلابية جاءت من كهوف مران، يجب على الحكومة ويجب على التحالف أن يوقفوها عند حدها وأن يتحركوا لنجدة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل مكان لإيقاف زحف وتمدد هذه الميليشيات. طيب هذا حق مشروع. أنا كنت أسألك عن رد الجيش الوطني حول واجبه والتزاماته تجاه المقاومة في المنطقة. سؤال أخير سيد محمد، هل تعتقد بأن المشاورات أو الذهاب إلى تهدئة يمكن أن تنجح خلال 24 ساعة القادمة في ظل استمرار العدوان بهذا الشكل في الأراضي اليمنية مثل الوازعية والبيضاء وغيرها؟ أنا في الحقيقة لا أعول على الطرف الانقلابي، ولدي شبه قناعة على أنهم لا يريدون السلام وليسوا صادقين ولا جادين، ولا هم يبحثون عن أي فرصة من السلام، فقط يبحثون عن تهدئة من طرف الشرعية ومن طرف التحالف لكي يتمددوا أكثر. هذه هي سيرتهم، هذا هو تاريخهم، لكن نحن في النهاية نريد أن نقول للعالم أننا باحثون على السلام وأنهم الذين يختارون الحرب. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأطلب من السيد توفيق الحميدي الانتظار معنا، والأعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستئناف النقاش. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، وعودة إليك مجددا أيضا السيد توفيق الحميدي. كما استمعت إلى سيد يعني محمد موسى العامري يتحدث عن الذهاب إلى مفاوضات سلام ومفاوضة تهدئة مع الميليشيا في ظل هذا الوضع الإنساني والعسكري الصعب، كيف تنظر أنت إلى هذا الطرح؟ كيف يمكن أن يجتمع منطق السلام والتهدئة وقف إطلاق النار واستمرار الكاتيوشا وغيرها من الأسلحة بقتل المدنيين؟ أستاذتي الكريمة وجميع مشاهديك الكرام، أنا أعتقد أن من الأولوية التي يمكن أن نبني عليها أو تبنى عليها مشاورات الكويت، أعتقد إيجاد بوادر حسنية حقيقية، وهذه البوادر تتمثل بالدرجة الأولى في تحسين الوضع الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها أحد الأطراف مقابل الطرف الآخر. نحن للأسف الشديد منذ الإعلان عن مشاورات الكويت في 18 من إبريل والعاشر من إبريل كموعد الوقف إطلاق النار، رأينا ازدياد وتيرة العمليات العسكرية خاصة في منطقة الوازعية من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على وجه الأرض. أنا أعتقد أن مثل هذه الأمور تهدد عملية السلام بصورة كبيرة، لأن الجانب الإنساني اليوم بدأ، يعني عملية السلام الأولى اللي تمت في جنيف الأولى والثانية وفي برلين كان السبب الأساسي الذي أدى إلى فشلها هي بوادر حسنية إطلاق المعتقلين. اليوم أعتقد أن الوضع صار أكثر تعقيدا، قضية اليوم تعلقت بتهجير، بقاتل، بسيطرة على أرض، بمحاولة مكاسب سياسية لتهديد الطرف الآخر. نعم. ولذلك أنا أعتقد أن على الأمم المتحدة بشكل خاص التحرك على وجه السرعة لوقف مثل هذه الأعمال اللا إنسانية والتي تستهدف المواطنين بدرجة أساسية من أجل فسح المجال وفتح الباب، باب الأمل لينجح المفاوضات السياسية. أنا أعتقد أنه نعم سيد توفيق، يعني إذا ما تحدثنا عن الذهاب إلى تهدئة، وإذا أيضا ما افترضنا بأن هذه الخطوة تمت، التبعات الإنسانية الآن مترتبة على هذه الجرائم المستمرة للميليشيا، من يتحملها وكيف يمكن أيضا معالجتها؟ أنا أعتقد أن قضية الانتهاكات الإنسانية التي ترتكب أثناء الحروب، لدينا مشروع نطبق على مستوى العالم متعلق بالعدالة الانتقالية، لدينا محكمة جنايات دولية، جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. أنا أعتقد أي اتفاق سياسي يمكن أن يحدث حتى ولو نص فيما نص فيه على تجاوز آثار الانتهاكات سيظل من حق الضحايا المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا مثل هذه الضحايا. العبء الأكبر سيتحمله المنظمات الدولية، الحقوقيين، المحامين الذين سيصدون للجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح، وبالتالي هذه الجرائم لن تسقط، ستتحمل الحكومة المقبلة تبعات كبيرة لجبر الضرر، لإصلاح المنظومة القضائية بشكل عام والمؤسسات الأمنية. لكن نعم سيد توفيق، أنا لا أتحدث على المستوى البعيد، نعم أعتذر عن المقاطعة، لكنني لا أتحدث
يعني حقيقة على المدى البعيد فيما يتعلق بمشروع عدالة انتقالية قادم، وإنما أتحدث عن المدى القريب الآن في هذه اللحظات. يتم تهجير المواطنين في الوازعية، وتم قتلهم واختطافهم وتعذيبهم وسجنهم في سجون خارج القانون. على المدى القريب كيف يمكن معالجة هذه التبعات؟ يعني الحديث عن مزيد من الضحايا على افتراض مشروع عدالة انتقالية قادم أمر لا أظنه منطقيا مقبولا الآن. هو أنا أعتقد أنه الجرائم اللي ترتكبت هو لا يمكن اليوم على المدى القصير يعني إيجاد حل إلا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، لكن ستظل آثار النفسية والجنائية والقانونية قائمة إلى أن يأتي بمشروع عدالة انتقالية. أنا أعتقد حتى لو جاءت أي حكومة قادمة ستواجه تحديات كبرى، لأنه كثير من الناس لن يسقط عن حقه. اليوم الاقتتال الذي يتم داخل وازعية أو يتم في نيمة أو يتم في مأرب أو يتم في أي محافظة، هو أحيانا يرتكب بين أبناء القرية الواحدة، واحد مع الشرعية واحد ضد الشرعية، وبالتالي إذا لم المبادرات المباحثات السياسية داخل الكويت توجد حل سريع ولو مؤقت لرد مثل هذه الأمور، أنا أعتقد حتى على المدى البعيد سيهدد أي اتفاق سياسي يمكن أن يفضي إلى حل ولو على المدى القريب. نعم، دعنا نستقبل معنا الآن أيضا من تعز، من الوازعية، من تعز السيد عادل الجابري وهو مندوب ائتلاف الإغاثة الإنسانية بالوازعية. مرحبا بك سيد عادل. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله أستاذ عادل. يعني بداية ضعنا في تفاصيل الوضع الإنساني في منطقة الوازعية قبل أن نأتي إلى الجهود التي قمتم بها أنتم كأتلاف الإغاثة. يا أختي الكريمة، المديرية كانت من قبل منكوبة ومأساة، أما الآن يعني فهي مستمرة تماما ومديرية أشباح لا يسكنها إلا الميليشيات المجرمة التي تقتل كل شيء أمامها. أما لها جميعا فقد شردوا وهجروا إلى المناطق المجاورة وتحت الأشجار والوديان والجبال في وضع لا أحد يستطيع أن يوصفه ويحدث عنه مهما قلنا وما كتبنا. الناس خرجوا من بيوتهم من غير أن يأخذوا شيء. والله إن الإنسان لا يبكي عندما يرى هذه المناظر أمامه من النساء والأطفال تحت الأشجار لا يجدون ما يأكلون ولا ما يستر عورتهم أو يأويهم، بمعنى أنهم بلا مأوى ولا غذاء. آلاف الأسر، ما يقارب من 6000 أسرة الآن تعيش في الجبال، في الوديان، تحت الأشجار، في الكهوف، يعني مأساة ما بعدها مأساة، لا أحد يستطيع أن يوصفها مهما عبرنا، مهما قلنا، مهما تكلمنا عن هذه المأساة لا نستطيع أن نوصفها. طيب سيد عادل، لماذا لا نجد تغطية إعلامية يعني ترقى لمستوى هذه الجرائم وهذه الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها سكان مديرية بأكملها؟ يعني نتحدث عن أرقام مهولة لا يمكن تصديقها، كما أشرت 35,000 نازح، 6,000 أسرة بالكامل هي الآن في العراء. لماذا لا تجد تغطية إعلامية مناسبة؟ يا أختي الكريمة، قد ناشدنا وتكلمنا في جميع المحافل لكنه لا نجد من يسمع، لا نجد المنظمات الحقوقية كلها على علم بذلك، الحكومة الشرعية على علم بذلك، كل الناس على اطلاع بهذه المأساة، لكن لا نجد استجابة عاجلة طارئة لهؤلاء الناس إغاثتهم. ما لم يصلنا سوى 2000 سلة عن طريق برعاية الأقل المحافظ، عن طريق بدعم تمويل مركز المجد سلمان، عن طريق ائتلاف الإغاثة، أو 300 سلة من مركز العدالة الانتقالية، أما غير ذلك لم يصل شيء إلى هؤلاء الناس، يموتون جوعا، يموتون في العراء تحت الأشجار. لا نجد إلا المنظمات تريد تقارير وكلام والناس يموتون وهم منتظرون لا أدري إلى متى. هل تواصلتم مع منظمات دولية حقوقية ومنظمات محلية مهتمة، وماذا كان ردها؟ ردهم يعني يؤولوا ويسوفوا وأشياء وروتين، لا 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 نجد له مبرر في هذه اللحظة. الناس الآن يحتاجون إلى إغاثة عاجلة سريعة في المجال الإغاثي، في المأوى والمأكل والملبس لهؤلاء الناس، غير لا يريد التأخير. يعني الناس تموت الآن في يعني تصور أنه في البيت الواحد، أحيانا في البيت المجاورة والله 8 أسر إلى 10 أسر داخل البيت الواحد، الرجال يعني يذهبون إلى أماكن أخرى ويعيشون النساء. يعني أمس كنا في زيارة والله متينا 5 ساعات إلى أن وصلنا إلى هذه الأسر ورأينا أشياء تبكي العين، يعني تبكي العين، تحت في الشجر
تحت عروش يخترعوها أطفال، أطفال يعني لا أحد يستطيع أن يكتم مناظرهم. لذلك نعم. لذلك يا أختي الكريمة من منبركم الحر نوجه الآن نداء عاجل إلى جميع المنظمات، إلى الحكومة الشرعية، إلى التحالف العربي، إلى من له ضمير حي أن يسعفوا هذه الأسر بالشيء السريع العاجل العاجل العاجل، لا يسوفون ونحن سنوافيهم بأي تقارير بأي شيء يريدونها في المجال الروتيني سوف نوافيهم بها. نعم 35,000 نازح أين هم الآن؟ هل يمكن أن تصف لنا بالضبط أماكن تواجدهم والظروف الإنسانية التي يعيشونها؟ الآن هم يتواجدون في مناطق المجاورة لمديرية الوازعية من ناحية الجنوبية في مناطق الألبية التابعة للمضاربة، هناك أسر كثيرة جدا في هذه المنطقة يتكدس النازحون في هذه المنطقة في منطقة الرويس والألبية والمضاربة في منطقة رأس العارة في منطقة المجاربة من جهة المندب في منطقة بن عمر بني محمد في التربة في هذه المناطق، لكن الأكثر تكدسا الآن في منطقة المضاربة التي هي الألبية والرويس، هناك يعني أكثر من 1800 أسرة ولا 600 أسرة هناك يعني تحتاج إلى أشياء عاجلة. نعم أبرز هذه الاحتياجات سيد عادل. نعم أرجو أن تتحدث عن أبرز هذه الاحتياجات على الحكومة والجهات المعنية من منظمات إنسانية وإغاثية أن تسمعك الآن، أبرز الاحتياجات الإنسانية للنازحين المتضررين في هذه المناطق. يا أختي الكريمة الاحتياج العاجل الآن هو في المجال الغذاء وفي مجال الإيواء، نريد لهم إيواء من خيام وفرش وبطانيات وأدوات يأكلون يطبخون بها ويأكلون بها وغذاء، لا نريد لهم أكثر من ذلك، نريد لهم الآن الغذاء والإيواء، هذه المرحلة العاجلة التي نريدها الآن يعني بصورة سريعة. أما الأشياء الأخرى الكمالية لا نريدها في هذه اللحظة. نعم أشكرك جزيلا. وتوفير مياه وتوفير خزانات مياه وخزانات حتى نوفر لهم الماء الغذاء الإيواء. نعم الماء والغذاء والإيواء هي المواد العاجلة المطلوبة لإنقاذ النازحين في منطقة الوازعية التي تتعرض الآن لجرائم إبادة جماعية وتهجير جماعي لسكان مديرية بكاملها. أشكرك جزيل الشكر السيد عادل الجابري مندوب الإغاثة ائتلاف الإغاثة الإنسانية بالوازعية. أتحول إليك من جديد سيد توفيق الحميدي، في ظل هذا الصمت المنظماتي الكبير والمطبق والمخجل في حقيقة الأمر، ما هي الخيارات المتاحة أمامكم الآن كحقوقيين لمواجهة هذا الصمت والعمل على الرصد والتوثيق لهذه الجرائم الكبيرة والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من قبل ائتلاف الانقلاب الممثل بميليشيا الحوثي والمخلوع صالح؟ أنا أعتقد أن الخيارات التي أمامنا هي خيارات واضحة ومعروفة ونحن سائرون فيها منذ فترة، رصد هذه مثل هذه الانتهاكات، مخاطبة المجتمع الدولي، طرق أبواب المنظمات الدولية، إيصال هذه المعاناة إلى داخل المجتمع الدولي بشكل عام. أنا أعتقد أنه أحيانا ونحن نتحدث عن القضية الحقوقية في اليمن وعلاقة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أحيانا يشعر الإنسان بأنه يقف أمام لغز، أقول في حقيقة الأمر يجد استغراب وعلامة استفهام كبيرة. اليوم قصة الوازعية ربما انفض الجميع سواء على الجانب الإنساني أو على الجانب الحقوقي، اليوم لم يصدر حتى بيان واحد بشأن الوضع الإنساني وليس الحقوقي، ولا بيان أيضا بشأن الوضع الحقوقي داخل الوازعية لاستفسار، برغم وجود منظمات أممية داخل صنعاء منها المفوضية العليا لحقوق الإنسان وغيرها والعدل الدولية. لم يصدر أي موقف عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى حد لم يصدر أي موقف للأسف الشديد، وأيضا في قصور نحن نعترف من جانبنا نعترف أن هنالك قصور ربما لأسباب المخاطر الأمنية الموجودة داخل الوازعية لم نستطع أن نصل أو نوصل الصورة كاملة أيضا للمجتمع الدولي، لكن لدينا تجارب كبيرة سابقة من قبل في تعز عندما زارها منسق الشؤون الإنسانية إلى داخل تعز ثم خرج بذلك البيان الركيك الذي لا يرقى حتى إلى مستوى ما رأى داخل محافظة تعز.
أنا أعتقد أنه المنظمات أنا أعتقد أنه على المنظمات الحقوقية اليمنية واجب كبير متمثل بالرز والتوثيق، أيضا على الحكومة اليمنية واجب أكبر بمخاطبة المجتمع الدولي وطرح الحقائق كما هي بما يحدث من انتهاكات داخل تعز. أيضا أنا أدعو الناشطين اليمنيين على المتواجدين في المهجر خاصة داخل أوروبا داخل الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بواجب كبير للفت الأنظار، التواصل مع القنوات الصحف الدولية، المنظمات الدولية، الراصدين، الناشطين. هنالك كثير من المجتمع الأوروبي للأسف الشديد يريد أن يعرف ماذا يدور في اليمن، هنالك صورة مغلوطة. نعم هناك صورة مغلوطة وتعتيم إعلامي كبير ومواقف حقوقية أكثر من مخجلة بالنسبة لكثير من المنظمات المحلية والدولية، وسيظل هذا سؤال مؤسف ومخجل جدا بالنسبة للضمير الإنساني اليمني والعالمي للمنظمات وناشطين حقوقيين وقفوا صامتين ومتفرجين مثل هذه الجرائم. أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة، نلتقيكم في مساء يمني جديد، في أمان الله.